إذن السؤال، سؤال اللحظة والسؤال الحالي متعلق بتوقيت وخطوة روسيا تجاه دخول عالم الذكاء الاصطناعي. أبدأ من بكين مرة أخرى، أهلا بحضرتك. وبحسب تقرير نشره مركز الفكر التابع للمعهد السياسي الاستراتيجي الأسترالي تحديدا، أن تسيطر الصين على 37 مجالا تقنيا من أصل 44. هل تخطط الصين إذن لاستحواذ المزيد على المجالات المتبقية ربما التي تتفوق فيها الولايات المتحدة؟ مساء الخير، أولا شكرا للدعوة وتحياتي إلى سيداتي وإلى ضيوفنا الآخرين. أولا أريد أن أشير إلى أن الصين تعمل طبعا حاليا على تطوير انفتاح وتعزيز انفتاح على العالم، وأكدت الصين أن هذا يعني مبدأ وهذا من سياساتها الاقتصادية الدائمة، وأعتقد أن ذلك يمكن أن يشارك بالعالم بالنتائج الاقتصادية التي حققتها الصين خلال هذه السنوات، وأيضا يعني يمكن أن تستفيد الصين من التبادلات الاقتصادية والتجارية بينها وبين مختلف الدول، وهذا يعني مفيد لكل جانب من الجوانب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يمكن أن نلاحظ أن الصين شهدت تطورا كبيرا خاصة خلال هذه السنوات في صناعة التكنولوجيا الحديثة، ما يعتمد بشكل رئيسي على اهتمام البلاد البالغة في تطوير التقنيات الحديثة، وتلتزم الصين بالاعتماد على الذات لتحقيق تنميتها. وتذكرت أنه قبل 10 سنوات وجدت خلال زيارات لبعض الدول وخاصة بعض الدول العربية، وجدت أن المنتجات الصينية المنتشرة في الأسواق ببعض هذه الدول معظمها من ألعاب الأطفال والملابس والمنتجات الصغيرة، لكن في الوقت الحالي يمكن أن نلاحظ بفضل سعي البلاد الدائمة إلى تعزيز استثماراتها في تطوير التكنولوجيا ودعمها للمؤسسات التكنولوجيا الحديثة، فإن المزيد من المؤسسات الصينية التكنولوجيا الحديثة تدخل إلى الأسواق الدولية، وأعتقد أن في المستقبل طبعا هناك المزيد من المؤسسات والمنتجات الحديثة صنع الصين إلى الأسواق الدولية، ولكن هذا فقط من بسبب الخيارات من الأسواق. على صعيد آخر، تفضلي. نعم. استمع إليك. على صعيد آخر يمكن أن نلاحظ أن الصين تؤكد دائما معارضتها ضد فرض بعض الدول الغربية وبما فيها الولايات المتحدة عقوبات وحدية الجانب وغير شرعية على دول أخرى وبما فيها الصين، مهما كانت في السياسة أو في الاقتصاد. تلتزم الصين دائما باحترام نظام تجاري متعدد الأطراف وتعارض الحماية التجارية وسعي إلى الانفتاح رفيع المستوى وتشجيع المؤسسات الصينية للتعامل مع الأسواق الدولية، وبالإضافة إلى بذل جهود لجذب استثمارات أجنبية إلى داخل الصين. وبفضل هذه السياسات يمكن أن نلاحظ أن التبادلات التجارية والاقتصادية بين الصين ومختلف الدول وخاصة بفضل مبادرة الحزام والطريق، هذه التبادلات تشهد تطورا متواصلا، وكل ذلك يفيد شعب الصين والشعوب العالمية. وأعتقد أن مثل هذه التبادلات الاقتصادية والتجارية ستتعزز باستمرار في المستقبل، وهذا يعني بفضل جهود الصين وأيضا يعني سعيها الدائم إلى تطوير التكنولوجيا الحديثة ورفع وتنمية رفيع المستوى.